الأخبار. عاد التهديد باستجواب سمو رئيس الحكومة إلى مقدمة التصريحات النيابية مرة أخرى، على الرغم من عدم وضوح الرؤية حيال التشكيل الحكومي الجديد. التهديد بالاستجواب جاء على خلفية غياب الحكومة عن الجلسات بالرغم من عدم البت باستقالة الوزراء حتى الآن. التلويح بالاستجواب تزامن أيضا مع مطالبات نيابية بحضور الحكومة لجلسة يوم الثلاثاء القادم، سواء كانت الحكومة الحالية أو الحكومة بتشكيلتها الجديدة. ويأتي ذلك فيما أعرب رئيس مجلس الأمة عن تفاؤله بقرب الإعلان عن التشكيلة الحكومية وحضور الحكومة الجلسة القادمة. هذا التفاؤل يجعل المراقبين يتوقعون صدور تشكيلة الحكومة يوم غد، معتبرين أن عودة الوزيرة رولا دشتي للتصريح اليوم بعد فترة غياب وحديثها عن خطة التنمية ومليارياتها ربما يصب في هذا الجانب، سواء كانت الوزيرة ضمن التشكيل الوزاري الجديد أو لم تكن. وهو التشكيل الذي تأكد اليوم اعتذار عدد من الأسماء المرشحة عن قبول الحقيبة الوزارية فيه لأسباب خاصة، فيما اعتبر بعض النواب الاعتذار نتيجة طبيعية لما يتعرض له الوزراء من كم كبير من الاستجوابات، بالإضافة إلى التصريحات النيابية الجارحة في كثير من الأحيان حسب وجهة نظر هؤلاء النواب. فيما لا يزال الشارع الكويتي بانتظار التشكيل الحكومي الجديد المتوقع أن يعلن عنه قريبا، شدد عدد من النواب على ضرورة حضور الحكومة جلسة مجلس الأمة القادمة، سواء الحكومة الحالية أو التي سيتم تشكيلها. فأكد النائب راكان النصف أن الحكومة الحالية تعتبر دستوريا قائمة نظرا لعدم قبول الاستقالات، وتعطيل الجلسات في ظل حكومة قائمة يمثل مخالفة صريحة للدستور واللائحة الداخلية، ولا يصب في التعاون المطلوب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأشار النصف إلى أن الوزراء يمارسون أعمالهم بشكل يومي منذ تقديم الاستقالة، وحضور الجلسة المقبلة يقع ضمن الأعمال التنفيذية الواجبة عليهم. النائب رياض العدساني من جهته اعتبر أن عدم قبول استقالة الوزراء بمرسوم يجعل لا أثر لها ولا مبرر من عدم الحضور، معلنا عن تقديمه استجوابا يوم الخميس القادم لرئيس الوزراء إذا لم تحضر الحكومة الجلسة المقبلة. من جهته أعرب رئيس المجلس مرزوق الغانم عن تفاؤله بشأن تشكيل وحضور الحكومة لجلسة مجلس الأمة العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى عدم تسلمه أي شيء رسمي بشأن تشكيل الحكومة وحضورها حتى اللحظة. وأضاف الغانم أنه إذا لم تحضر الحكومة لجلسة المجلس المقبلة فإنه سيتم إعادة جدول جلسات المجلس على أن تعقد الجلسة المقبلة في 14 من الشهر الجاري. وجاءت التصريحات النيابية بالتزامن مع تزايد التوقعات بقرب الإعلان عن التشكيل الحكومي، فيما كان لافتا اليوم عودة التصريحات الوزارية بعد فترة انقطاع قصيرة، حيث قالت وزيرة التنمية رولا دشتي أن تفاصيل الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية 2010-2011-2013-2014 التي صرفت والمتبقية موجودة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وذلك التزاما من الحكومة بمبدأ الشفافية. الوزيرة رولا دشتي أكدت أيضا أن مبلغ 30 مليار دينار المرصودة كاستثمارات متوقعة لخطة التنمية توزعت كالتالي: 16 مليار و600 مليون دينار للقطاع الحكومي، صرف منها 9 مليارات تقريبا، و15 مليار للقطاع الخاص، صرف منها 7 مليارات تقريبا. تصريح الدكتورة رولا دشتي توقع بعض المراقبين أن يكون دليلا على عودتها في التشكيلة الحكومية الجديدة، فيما قال آخرون أنه ربما يكون العكس من ذلك، على اعتبار أنها ستقادر الوزارة وأنها أبقت كل المعلومات التي طلبت منها في الاستجوابين اللذين قدما لها على موقع المجلس الأعلى للتخطيط. إلى ذلك اعتبر النائب نبيل الفضل أن تأخر إعلان التشكيل الحكومي يعود لكثرة المعتذرين عن قبول المناصب الوزارية بسبب الهجمة الشرسة لاستجوابات المراهقة السياسية والتجريح والألسن الحادة على غير معنى على حد تعبيره، فيما أكد المرشح السابق للانتخابات الدكتور أحمد المنيس أنه اعتذر عن المنصب الوزاري بعد أن عرض عليه لأسباب خاصة.